بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله اليوم راح أتكلم في هذه المرحلة، مرحلة العظام في تكون الإنسان، الذي يحير العلماء كيف تعلم هذه الخلايا أنها يجب أن تتحول إلى عظام بهذا التوقيت بالذات. في هذه المرحلة يبدأ تشكل العظام، وذلك خلال الأسبوع السادس حتى الثامن، ويستمر تشكل العظام ونموها حتى ما بعد الولادة. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: فخلقنا المضغة عظاما. الجنين في هذا العمر يبدأ قلبه يدق، ويبدأ دماغه بإصدار موجات كهرومغناطيسية، ويبدأ بالتأثر بصوت أمه، ويتفاعل مع ما تقوله وتشعر به. ولذلك فإن الأم ينبغي عليها أن تكثر من قراءة القرآن، لأن القلب والدماغ لدى الجنين يتأثران بصوت القرآن، والله أعلم.